أشرت إلى أن الأسرة هي عماد المجتمع المسلم. نعم. لماذا أولى الإسلام اهتماما خاصا بالأسرة؟ هو ليس فقط الاهتمام الخاص، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج من آياته العظيمة ومعجزاته، فيقول تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، نعم، وجعل بينكم مودة ورحمة، نعم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم. لو تأمل الإنسان كيف أنه بمجرد ارتباطه بهذه المرأة تكون أحب إليه من نفسه، نعم، لا يرضى أن تخدش في شيء ويدافع عنها دفاع المستميت. فهي والعقد سماه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. والله سبحانه وتعالى كلفنا أيضا أن ننجي أنفسنا وأهلينا من النار. نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. فإذا هي مؤسسة هامة، وهي الركن الركين والحصن الحصين للمسلمين. شيخ، ما هي الوسائل التي يعني يستطيع من خلالها الزوج أن يقي نفسه وأهله من النار كما ورد في الآية الكريمة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ نعم. ما هي الوسائل التي يمكن أن يسلكها الإنسان لكي يقي نفسه وأهله هذه النار؟ لابد أولا أن يستقيم هو على الصراط المستقيم، وأن يكون مهتديا بهدي الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يؤسس هذه الأسرة على هذا المفهوم. ما هو طريق الاستقامة؟ ما هو طريق الاستقامة الذي يمكن من خلاله أن يعني يؤسس في نفسه ثم يؤسس في أسرته؟ لا بد أن يقوم بكل ما يستطيع، بكل ما يستطيع من جهد في استقامة أسرته ونفسه، وأن يعلم أن يكون له الهم، يعني هذا الهم يكون معه شاغله. بعض الناس همه جمع المال فقط. نعم. همه العمل مثلا. نعم. همه اللهو. لكن الإنسان المسلم همه أن يستقيم، فيبحث عن كل وسيلة. نعم. سواء كان أن يعلم نفسه، أن يصحب الصالحين، أن يبحث، أن يقرأ، أن يسأل، أن يستعين بما يستطيع في سبيل هذا الهدف وهذه الغاية العظمى. نعم. وهي الاستقامة على الصراط المستقيم. نعم. ليس فقط لنفسه، لكن لنفسه ولأسرته. هل هناك أسس أو محاور أساسية، طالما أن الرجل هو المحور الأساسي في الأسرة؟ نعم. هل هناك محاور أو أمور أساسية منوطة بالرجل بالنسبة للأسرة وبنائها؟ لابد أن الرجل يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعله راعيا لهذه الأسرة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب عليه أن ينتبه إلى هذا الدور القيادي. فالرجال قوامون على النساء. نعم. وهذه القوامة هي تشريف ولكنها تكليف أيضا من الله سبحانه وتعالى. ما هي الأشياء الأساسية في التكليف بالنسبة للقوام؟ لابد من أن يتأكد من تعليم أسرته مبادئ الشريعة وأهم الأمور التي يحتاجون إليها في عباداتهم وفي أمور دينهم. نعم. لابد أن يتوثق من صحبة أبنائه للصالحين مثلا. نعم. لابد أن يطمئن على أدائهم للفرائض وعلى تركهم للمنهيات. نعم. يراقبهم في هذه الأمور. نعم. يعني لا يترك الأمر الحبل على الغارب مثل بعض الناس هالأيام، يقول لك يعني والله كيف يصلي صلي، ما تصلي ما تصلي. نعم. الأمر متروك، لكن لابد من الانتباه لهذا الأمر من الابتداء مع الصغار ترغيبا وترهيبا وتعليما وتثقيفا وهكذا. يعني أشرت إلى قضية الأطفال، وهنا محور مهام، لأن كثيرا من الرجال يتركون أطفالهن للنساء باعتبار أن مسؤولية تربية الأطفال هي من مسؤولية المرأة، والرجل مهمته التكسب والإنفاق والعمل. والآن تشير إلى أن لابد من وجود دور للرجل في قضية تربية الأطفال. فكيف يستطيع الرجل أن يوفق ما بين مستلزمات عمله وأموره الأساسية خارج البيت من تدبير النفقة وبين رعاية الأطفال بالشكل الذي أشرت إليه؟ هو يعني بعض الآباء كما تفضلت ينسى أنه مسؤول عن أبنائه، فلابد أن يعطي لأبنائه وقتا، يعني يفرغ لهم وقت للنزهة، يفرغ لهم وقت لقراءة القرآن معهم، يسألهم ماذا تعلموا في هذا اليوم من علم جديد
نافع في أمور دينهم ودنياهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهد الأطفال، يعني يلاعب الحسن والحسين ويداعبهم ويرحمهم. رجل أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه الأقرع بن حابس، يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أولاده، قال أو تقبل أولادك؟ أنا عندي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم قط، ما شاء الله، يعني هذه غلظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أصنع بك إذا نزعت الرحمة من قلبك؟ رحمة من الله، لابد من الرعاية ومن العناية. للأسف نجد الآن الأطفال يلتصقون بالخدم أكثر من الالتصاق بالأب أو الأم في بعض المجتمعات التي ابتليت بالخادمات وكذا. فالابن ينشأ وهو ينطبع بطباع الخادمة، لسانه يصطبغ بلسان الخادمة، لكن أين أثر الوالدين في هذه التربية؟ ثم نحن ماذا ننتظر بعد جيل أو جيلين من جيل قد تربى على أيدي الخادمات فقط؟